جيت من الغربة جايبها معايا في الدفيز باش نحطها في الكونت بتاعي باش يولوا من بعد توانسة زيت أكثرية الشنغان مش غير إسباني بالذات. نحكي أنا تو بالعربية نتاعنا خمسة لغات نحكيها معاكم نكتبها ونقرا بيرفكتامنت بيرفكتوس كوم سيديت سين إسبانيول. هذا اللي فهمته أنا. قداش عمري 23 سنة كي خرجت في 24 عمري 23 باهي محسوب يعني قد اللي عشته في تونس قد اللي عديته في الغربة. كي خرجت في الغربة تحكي معاه قانون إسباني نحكي لك كاين إسبانيوري نفهم واحد مع واحد يساوي اثنين واضح لهنا القانون وطالي كيف كيف فرنسا كيف كيف 14 دولة أنا كنت محظوظ ما كنتش درت وستة جزر يا خويا كل شيء هذا ما فهمته ما الدول هذا ما فيهم كل شيء واضح بس الممتنع واضح المواطن حتى لو كان ما يعرفش كي يدخل يثقف فيه انترنت يلقى حاجة ما يعرفهاش في نص قانوني كل شيء احنا بلادنا خويا تكتب لك نص قانوني كتابة من تفسيره على أرض الواقع دنيا أخرى وتعيش تقول عليك في أستراليا قبل الثورة ما كنتش لهنا وهذا هو من الأسباب الرئيسية هاك تحت في الإنسان في الشخص بالضبط بروبريو أداتو قال الرجل أنا جرت الثورة هذه هي قلبت لي حياتي رأسا عن عقب وإحنا على بعض أمتار من وزارة الداخلية واللي مش يهبط بالبارامتر من أي قطب من أي كرة أرضية من أي خريطة مش كي يحطنا الحسين بوزيه مش يلقاه صايم تلكت وزارة الداخلية وزارة الداخلية حطت الباب وسكرت الناس ما عبرت حتى المتساكنين واللي هما عندهم محلات متاع تجارة غاديك سبحان الله العبد لله ما هو الواحد يتغرب على سنين ما هو عنده بلاده وصغره يخمم له في كبره كما تشوف فيا 53 سنة أخوي بالك صغر فيا مكنش أنا ديليكات وهك ليه 23 سنة غربة أخوي ليه لمدتهم لمدتهم في غربة الكل الدول الكل كما تشوف فيا أخوي بيش ما عنديش أخوي الغاد ها كي جيت لنا تونس دمرتي تونس بلادي ها سهلوش علينا محلي فهمتني اللي هو عنده محل وكان في النهج هذاك سقط سكرت النهج خذت وزارة الداخلية أخوي الغاد ناج الحسين بوزيان احنا نحكيو على الناج اللي فتحت شبابك الداخلية يا اخي ثم ريستورونات ثم اصفار ثم ديزاجونس دي فواياج العبد لله انا محلي بيتزيري ريستورانت فين الحدود ولا جانب بيرو العلاقة مع المواطن غادي كبار شوف ما عادش يتبيع انا شريته بفلوس فلوس وكي ضريت بقيت 16 نخلص في الخدمة من مكتوب ضريت باش كرهبتي نبيعها جايبها معايا من اسبانيا على اساس انه في يوم ما مش تحل النهج هذاك يا خويا ما تحلش مشيت انا وكك الناس اللي كانت تخدم عندي وين المعني بالامر قدامك شنو نعمل في لافيني لهنا مولي جي لهنا وقاعدك كانت تايه هذا الواضح بالكش احنا توريست زاد هذا يا خويا الكل ما عبروش كل شيء عملوا لحسابه الا كاك المواطن هذاك يخليك تولي تفهم اللي احنا نومرو احنا ماهوش مواطن نومرو وقاعد يخدم لنا في الماكينه القوانين اللي عاملينها عملوها ناس يضم على قد سبابتها اليوم هم الخاص هو فرضيا والمعقول كي نص باش نتاع قانون يتصح ويتعدل للنواب وما هنا يلزم كان يلزم يطلبوا زاد التفويض باش ياخذوا زاد راي الشعب فيه يعملوا فيه كيما نقولوا واحد كيفاش يقولوا الكلمه هذيك استفتاء هذوما اللي يعملون القوانين هذا خويا الغالي عملونا قوانين على المقاس نتاعهم هاي اخر غوله زاد اكلتني كيما بحكم ماي موضوع مربوط بموضوع كي ظهر دهورت احوالي الشخصيه حتى عيلتي فقدتها يا خويا مرتي فقدتها بنتي عندي عامين ونص ما ريتهاش نحمد ربي الريقة مش سايله وانا ضارب انا تونسي راني نحكي معاك وكيف وتات مرحبا ودخلوا له هذه البيع البنك نتاعي يا خويا هذه ها هاي وندخل معاك الكاسي جينيرال كنت نربط نطيش له بالربطه الدفيز ها تو تونس ما عادش تعقل عليا نرجع لك كلمتي احنا لهنا رانا نومرو ويخدموا بينا يخدموا بينا ما كاين يخدموا بينا ما ربحين منها حتى شيء هالبلاد هذ والو 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 وانا اختصرته لك احنا رانا نوامر ماناش مواطنين باعوا لكم الحديث برشا السياسيين وباقي يستهبلوا فينا جت اسبانيورا يا بعد ما كتبش ربي عشت كونفيفونت هنا نص قانوني احنا المسلمين كونفيفونس ما فماش في تونس وهذاك علاش هم الكونفيفونس هي تعايش مش باللازم نعرسوا
ونربطوا بعضنا، نهار اللي نقلقوا من بعضنا باي 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 باي، نبقوا صحاب. وحتى كان ما بيناتنا ملايكة، نص قانوني موجود ومأهلين وناس قارية بالرسمي وطبق في القوانين على الشعب، يحملوا الأثر نتاعهم في زوج يتحملوا، ولو أنه ديما البامبينو تيتولاتو في الدولة، الدول المتقدمة خدمة على روحها وعندها فلوس، البامبينو أنت تجيبه بركة راه، أما راه ما هوش ولدك في الحقيقة. أقل حتى يجيك تليفون من الجيران يقولوا راه سمعنا فرخ صغير يبكي، كان الزم يجي يفكهولك. يعني الدولة معطينية به أنت تجيب، والدولة معطينية به في دواء في مرض وفي صلاة، وزيد يزيدوك حتى في شهرية لهنا يعملوا للراجل مكيدة. هذه صحيح دين الإسلام ما نخرجوش عليه، مي مشى حد عنده ظرف مشى مع الأنبياء والرسل، ما يطبقش في 2024 كوبيات تسحب تعيش وتفتق ومن هنا ومن هنا تفرض عليه أنت يلزمك يعرس بالسيف، يلزم يكتب بالصديق. يا بنتي أنا محسوب لعبة بي أخوي الطاب والأخريني تونسي، هاي هاي نحكيك من الأخ نفوتها بعشرين سنة كاملين، عرفتني في ظروفي به، وكي عرفتها أنا ديجا نعيش في فينيزيا أنا أخوي، تعرفت على تونسية هي أمي مع بنات خالاتي، وهذيك كيفاش تحل الباب فهمت كيفاش، أمي مع بنات خالاتي نسد البيت بشوي بشوي، خديت شي كلمة خير بنات خالاتي عطوني فيها كلمة خير به طفلة زوى ليهم ها وقت البيض وما عندهم وما عاد النفاق 5000 الساعة، هذاك ماهوش حجاب راهو اللي حوسوا به نعطيك أنا تو عندي 7 سنين، وهذا اللي فهمته مقتنع به ونبصم بصواب عيدي وساقي. اللي عاملين لكم الفولار راه ماهمش الكل متحجبين، التجربة تكون عملت كاريرة مزمرة وداو ركبك كهراني متحجبة وربي وك تبارك الله وك الريح، هذاكم التوفيق خويا على عزل 100% باش ما نلمدوش، احنا ديما نخليوك النسبة نتاع التفائل هذيك هاك 10%، اما نضمنك ونحكي لك 90% نتاعهم اللطف، اللطف عند ربي خير، مانيش انا باش نعبرهم ولا، اما كسلتني سؤال جاوبتك راه الدهور التحوالي خويا ما عقلتنيش ما عقلتنيش، وكثرت المشاكل ومشيت لدارهم وبقت 6 أشهر هاي تجي بيتي روحي بيتي روحي، من بعدين في المسجد في هنا مشيت نطلب في النفق، وما النفقه هذيك صبحت فهمتي في المشاكل في الطليق انا اخويا، الحمد لله رب العالمين ما خممتش فيه وقتها نزلت صغير، خاطر الستوريات اللي صارت لي نزلت صغير، مع الدنيا غادي تتحسب بعد الـ40. هذا هو الفرق ما بينه وبين المعتقدات والديان الاخرين، كل واحد ونظريته في الدنيا، هما الدنيا يحسبوها في الـ40 بالنسبه للرجال. ها شوية عندك 40 سنة فتق مواهب السهريات صحاب خلايا صاحبات فهمت كيف، بعد الـ40 كيفاش نخمم في موضوع كونكريت يعني موضوع صحي كمن هذا متاع عائلة متاع سيلكمت يمشي مع الماضي يخمم عن جدارة، وما يربطوش رواحهم بلغة كونترا متاع عرس راهم يعملوا فيها كأنك كلي في اي بي كيف تقولوا انتم كلي في هكاك النجومية متاع التلفز وهوليود والريق وعلى مصالح زيادة راه ماهمش يعرسوا حب الكل، قصة روميو وجولييتا دامت 24 ساعة باهي نسمعوا عليها احنا، أو حتى الكراب مسمين عليها ألفا جولييتا وألفا فهمت كيفاه، هذيك دامت 24 ساعة، أنا نسكن في الحومة اللي بيجلبها أنا ولد بادوفا وهي بجنب في فيرونا، هذه هي قصة روميو وجولييتا القصة الفاموزة هذيك الشهيرة روميو وجولييتا وحبك وقطعني وريق وراس خويا دامت 24 ساعة، أنا كنت يمكن من المحظوظين الولاية اللي نعيش فيها أنا في تتبع ولاية فينيزيا أنا في بادوفا وفيرونا هي اللي المعتمدين بجنبي فين صارت قصة روميو وجولييتا، وتمشي عاملينها دار كل متحف العبيد تزورها وتشوف باش تحب تعرف منين زع سمعت أنا الحكاية، واحد أنا من اللي فيزيتور مشيت وسمعتها بوذن كلين يحكيولي فيها بارلو بيرفيتامنتي الإيطاليان تشيلي كابيسكا.